لاحظ الزيادة الأخيرة في تعريفة الوجد. انفو وانتوكس. سينيجي أمين عام الاتحاد، سينيجي شنو هايفا؟ سينيجي أمين عام الاتحاد التونسي لسيارات الأجرة اللواج. سينيجي بن سلطانة، مرحبا بك، شنو أحوالك؟ مرحبا بك، مرحبا مستمعين راديو ديوان اف ام. كيما أنا لوج على اللقب نتاعك، أنت لوج على اسم الراديو. لا 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 كلموني برشا إذاعات. إي. قعدت مركز برك. مركز فوالا، اليوم الإذاعات الكل تطلب حول الموضوع هذا. إي يا سيدي. سينيجي بن سلطان من عام الاتحاد التونسي لسيارة الأجرة اللواج، ترفضون هذه الزيادة اللي تم الإعلان عليها امبارح في بيان لوزارة النقل. علاش؟ والله نبدأ من الأول. احنا كنا قبل صرحنا على إذاعتكم اللي احنا راهو الوزارة قاعدة تشنش في العصاب بالعاني باش العباد باش المهنيين يولوا يطالبوا بالزيادة اللي كانت مقررة عندنا دوزون تالي وأكثر من هكا ما كانش قداكا، وبالعاني مش بعد هي استجابة لطلب المهنيين بعد زيادة المازوت والمهنيين يتذمروا. أنا مش نزيدوكم يا أخي، احنا ديجا قلناها قبل في الإذاعات كله، خاصة في إذاعتكم الموقرة الكرمة، اللي احنا رافضين للزيادة مقبل حتى ما تتقرر. احنا رانا ضد الزيادة خاطر المواطن ما عادش عنده باش، المواطن المعيشة خنقته ونزلوا نكملوا عليها. اونتروتر اش عملنا احنا؟ اون كونتر بارتي اش عملنا لهم؟ عطيناهم حل حضاري تاع ناس متطوره، تاع ناس تفكر، تاع ناس من ثقف. يا اخي انت باش تجيبني بيه هنا في التعريف؟ كنا احنا ديجا قبل حتى مقبل عام التالي في قنوات التلفزيون التونسيه صرحنا بهذا، وقلنا راه ولادي رانا ضد الزياده، دعمنا المزروط وما تجيبنيش في التعريف جمله، تلزمتهم نقصوا فيها التعريف. هاني مزروط يا اخي، يا اخي راه مش مزيه. راه تعرف شكون شكون مدعمين المازوت؟ كان نقول لكم مخاخكم تحبس، مدعمين للصيد البحري اللي يقل بطه يهز في 2000 متر فما فوق. اي معناتها ما عندهمش الحق اليوم الصيد البحري باش ياخذوا دعم المازوت. لا من حقه، احنا ماناش باخذينه. اما زاد احنا لواج تهز في 70 متر وفي 80 متر يظهر لي قطره في بحر قدام الستيرنا تاع البطوات، تزيد تعمل لي تعريفتي. تعمل لي الدعم للمازوت، تعمل لي سوم رمزي كيما السيد البحري، والتعريف ما عادش نوج عليها. احنا بدنا ما نطالبوكش بها، خاطر انا زاد نعرفوا المواطن راهو ياسر 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 عليه. احنا ديجا مواطنين غلا المعيشه، كل يوم تزيد حاجه في المعيشه، كل يوم تزيد وتزيد، تزيدني في المازوت وتزيدني في سوم الكهرباء ومن بعد تزيدني في التعريف. معناتها انتم رافضين الزياده هذه خاطر قلوبكم على المواطن. شي نورمال اخي، احنا نخدموا بالمواطن. اخي احنا تو عندي مواطنين، عندنا مواطنين يعملوا في نافات كمش نهار كمش كل يوم، راه نهار بعد نهارين يعمل في نافات. جيت تزيد تغلي له في الطريق ما عادش يقدر، يولي مره في الجمعه ولا مره في الجمعتين. اون بلوس اسيدي انت مواطنه تونسيه متزوجه وعندك صغير، انت وراجلك وولدك باش تعرفي تاخذوا الوقت نحطوا احنا بو امبورت المسافه. من بليل بس تكلم لك 15 دينار بار بيرسون، 15 دينار بار بيرسون معناتها 45000 ماشي، 45000 جاي، بس 90000 هذيا. اي 90000 مش تكري انت كهرباء السيرينوار ب 60 70 قولوا 100000 تطلع رابح، تمشي مرتاح وتروح مرتاح وعلى راحتك وفي كل وقت. معناتها الزياده هذايا باش تلقي بظلاله حتى على القطاع معناتها. باش يقضي علينا، ديجا هو غلانا بسوم الكهرباء. توا الكهرباء ثم كمبيالات من مليون مليون و200 مليون و100، ما عاد حد خالص مش يخلص الكمبيالات تاع الكهرباء تاعو. وتزيد انت تعمل لك تهرب علينا الكليون، تعرف الكليون شنو عملوا له؟ معناتها حطوه في امباس، في زنقه ما تعديش. بالسيف يمشي للترا ولا للكار؟ اي للترا ولا للكار، معناتها انت كوزاره تدخل الفلوس واحنا نباصوا مع البنوك ما عندناش باش نخلصوا. يا اخي احنا معناتها انت تعتقد اليوم انه الزياده هذيا هي لانقاذ النقل العمومي المنتظم؟ ومشي هذه بركه اللي قبلها. اللي قبلها زاده، علاش؟ خاطر انا قلنا لهم تفضل سيدي حطيتني قدام الامر الواقع بزيدني في التعريفه، بون بالسيف عليا باش نعمل تعريفه جديده وباش نزيد في التعريفه ونعلقها في الكهرباء ونخدم بها. لكن يا اخي تعدل لي التعريفات تولي الترا والكار نفس التعريفه هو واللواج، باش الكليون ما يهربش من اللواج ويمشي الكار والترا، باش انت تدخل الفلوس وانا نقعدوا بطاله.
هذا مواطنين واحنا الاخرين كي يغلى يغلى معاه يغلى علينا، الزيت كي يتفقد يتفقد علينا، الخبز كي يغلى يغلى علينا، حتى احنا مواطنين راه. ولذا احنا كي خموا في مصلحه المصلحه العامه نورمالمون انت كدوله تكون انت الخدمه خير منا، نورمالمون انت تلقى الحلول. احنا قلنا له يا ولدي حتى هي الزياده هي كان ناخذوها احنا توا اون ديتاي ضحك انا مش نرجع لك فوالا للديتاي لانه انت تتحدث كانوا زيادات كبيره برجع الزيادات هذيا فوالا الكومينيكي قدامي وتفاصيل نتاعو من 0 ل 10 كيلومتر 850 مللي من البقعه الواحده. مش معناتها معناتها باش يزيدوا 850 في البقعه والا هذيك هي تعريفة البقعه؟ لا 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 البقعه كان يهز فيها ما قل من 10 كيلومتر يهز فيها ب 800 فرنك، 50 فرنك معناها. وبعدين نزيد له وبعدين نزيد له فيها تحشم له في وجهه وحرام، خليتها 800 وسيبته. وفوق 50 فرنك الراجل ما طلع الكهرباء بالكبيرات يزيد على 50 فرنك. باهي من 10 ل 150 86 مللي من البقعه الكيلومتريه الواحده 86 فرنك معناها. الكيلومتريه الواحده معناتها انت تو كيف تجي تاخذ بلاصه مثلا 60 كيلومتر. اي. ناخذ نابل مثلا لا من تونس. باهي مكثر هذه فيها برشا فيها قد زادوا؟ زادوا من 5700 ل 5800 تاع بالاوتوروت معناتها زادتها ل 200 فرنك تاع الاوتوروت القديمه. زادوا يولي 6200 ولا 6000 معناتها زادوا 500 فرنك في 60 كيلومتر معناتها نحيوا نعملوا 50 كيلومتر معناتها 450 ل 460 فرنك في ال 50 كيلومتر معناتها في ال 100 كيلومتر دو فوا دو تولي له 900 فرنك اسيدي نقولوا 11100 معناتها في كل كيلومتر 86 فرنك معناتها. ايه معناتها حكايه فارغه حكايه فارغه معناتها عرفتوا واش عملوا لنا حشمونا وجوهنا مع المواطن بالفارغ. يا تزيد تزيد زياده محترمه ومعتبره باش احنا بدينا نجم نقاوموا المعيشه ونقاوموا غلاء الكهرباء وغلاء الاسيرونس وغلاء الباتين والبيعات يا مش لازم يخلينا رياح. سامحني معناتها انت توا معناتها هي اللواج فيها 8 بلايص معناتها كي تزيد لك 8000 9000 فرنك معناتها في الفواياج ماهيش شويه معناتها سيناج مش كيستيون تاع 8000 9000 8000 9000 عامل لها انت الزيت تاعها عامل لها انت الكونسوماسيون تاعها. انا نحكي نحكي هذا الكل كنت تدفع فيه سيناجي كنت تدفع فيه هذا الكل معناتها ستان بلوس واليوم انت كنت تدفع فيه بالفلوس هذوكم بالزيت نتاع توا بالزيادات نتاع توا واكسترا لكن الزياده هذايا باش تولي لك ستان بلوس على اللي كنت تدفع فيه هو زيت بطبيعته قطع الغيار بطبيعتها غاليه ليسونس والمازوت بطبيعتهم زادوا فيه ما يغلطوكم وش مدى مريتها الزياده هذيا ما باش تبدا لو 15 ايوه بربي عاود اتصل نعاود اتصل بكم لو 1 جانفي ولا لو 15 جانفي وشوف الزيادات في قطاع الغيار وفي الدنيا كل قد زادت راهو يزيدك باش يزيدك راهو ما عندناش دوله احنا تزيد باش تحبس نو نو احنا تزيد باش تعاود تزيدك معناتها انتم متخوفين اليوم بعد الزيادات هذيا باش تكون فما زيادات مشطه في قطاع الغيار فوالا في كل شيء باش يعجزك تفكروش مره صافي دو زون تالي ولا تروا زون وقت سكرنا الزيتروت تاع الجمهوريه التونسيه كل على زياده المازوت علاش خاطر وعملناها احنا وهبط فيها المواطن العادي كرهبت وسكر معانا قال لك عندكم الفقر المازوت زاد على الناس كل مش عليكم وحدكم ونبهنا قلنا لهم راه باش يزيدوكم في العام مرتين وثلاثه هاي افكتيفمون في عام واحد السنه زدت مرتين ومازالوا ناويين راه اي ولا فما زياده سادسه حسب الخبراء معناتها دي سي فان دلاني اللي شادينها لوبي لوبي جو دي بيان لوبي تاع فساد يحب يبركها مش هو مكتوب ويتعبى بالفلوس والعباد الكل تدفع الخيط خيط. وسامحني الحكومه قاعده تزيد في الواحد ما الحكومه تحب تعبي الفلوس. الحكومه برك الحكومه هي الفخمه وحدها ورجال الاعمال اللي بهم الفائده اللي شادين البلاد. الحكومه تشدين البلاد بالاقتصاد راه مش الحكومه. الحكومه تبعهم تبعها هما اللي يحكموا هما اللي يعملوا كل شيء. انت قلت. اعطيك اكزامبل اعطيك اكزامبل الكراهب من برا شكون يجيب فيه؟ نورمالمون اللي يسمع ما يعرفش كل الدوله. لا مش دولة رجال اعمال هذوما عندهم ما يعملوا يعملوا لنا في لي كونترا مع شركات البر مع الديار الكراهب البر يجيبوا لنا بالدوزيام شوا كي احنا كي التاكسيات كي الدنيا الكل بسيوم لو بريمير شوا ويضربوا فينا في ضرب هاي سيدي نعطيك حاجه بسيطه احنا وقت تجي تاخذ تعمل قرار باش تهبط كهرباء القرار قداش من الوزاره تجتمع عليه في كل ولايه ممثل على الوزارات ثم يجي 12 13 واحد كل واحد يمثل وزاره يبعث اداره جهويه بتاعه به على شنو هذوما؟ باش يصحح لك في قرار باش تتمتع انت ب 6% تعرف معناتها؟
انا هبط ديرمون الكهرباء وقت بزاف ما غلطش برشا حكايه 80 مليون. القرار تاعو قداش نطاطا ب 340 دينار. هذوما مش عاملين عليهم وزاره الكل تبدو تعطيهم لكم وقتونا. وقت اللي القانون تاع القرار الجبائي هذاك العفاء الجبائي يخول لك باش تجيب كرهبتك من برا زيرو كيلومتر من الدار وتخلص كان تامبر دو دوان وقتها كانت 49 دينار. ما نعرفش وصل 52 ولا 60. يعني علاش هما عاملينها للعصابه هذوما؟ هما عاملين اتفاقيه مع الدوله باش هما برك يهبطوا لنا الكرهب، احنا ممنوع نجيبوها. باش هو يتمتع برك القرار الجديد. معناتها نختموا. سي نجي معناتها انتم اليوم طالبوا انهم يدعموا لكم المازوت، مش لازم يزيدوكم في الزياده في التعريف نتاع نتاع البلاصه، واعطيونا امكانيه انه نجيبوا السيارات نتاعنا وحدنا من برا من غير حتى وسيط. واضح. واضح جدا. القرار الجبائي اللي يعطوني فيه يخول لك قانونا، يخول لك اصلا عليها عدل جماعه الديوانه، يخول لك تجيب كرهبتك، هما يمنعوك. لو كان نمشي انا وحدي نجيب كرهبتي، نمنع نتعدى يعملها ان دوزيام والتروازيام تكون القيامه، ولا سي فلان ما عادش نجم يعمل صفقه تاع دار التجو ولا تاع دار السيتروان ولا ما غير شهر يفضلك. واضح. شكرا جزيلا. واضح ومعناتها والمطالب نتاع الاتحاد التونسي صارت اجر الواج واضحه جدا. يا خويا دعمونا المزبوط وخلينا نجيبوا كرهبنا وحدنا، طبقوا لنا القانون وفقط مش لازم تزيدونا في التعريف، لانكم نعرفوا باش تزيدونا منا باش ترفعوا زاد في قطاع الغيار وتزيدونا في المزبوط مره اخرى. شكرا جزيلا سيد نجيب بن سلطان امين عام الاتحاد التونسي لسيارات الاجره الواج.